بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا بالفصل الثاني كتاب الصوت للمرحلة الثانية. طبعا في هذا الفصل احنا راح نتكلم عن الأشياء المهمة وشين الأشياء اللي لازم نقرأها. بالبداية التعريف الفوكال كورتس، هذا لازم نحفظه بعد ما يحتاج لكم عندي الفوكال كورتس. هنا يجيني سؤال بالامتحان، السؤال اللي راح يقول لي how we can speak a language، شلون نقدر نحكي؟ هذا جواب. شلون نقدر نحكي؟ الهواء ينطلق من الرئتين، the air released by the lungs come up through the windpipe and arrives the pharynx. Larynx contains two small bands of less. راح يحكي عن الحبال الصوتية، بعدين يصل إلى الحنجرة، هاي الحنجرة تحتوي على شريطين من الأنسجة المرنة، بعدين يمر الهواء وين؟ من خلال القصب الهوائية، بعدين وإلى آخره. هذا قدامك وقدام الترجمة، نحفظ هذا السؤال من يجينا النزلة بالامتحان. بالإضافة إلى أن هذا السؤال قد يأتي بطريقة أخرى، واللي هي شنية فراغ. يقول the air released by فراغ and come through up the فراغ. يعني مرة جاء سؤال وزاري، سؤال عفوا ليس وزاري، الأستاذ جابته. السؤال هنا يقول fill أملأ الفراغات، جايبين هنا فراغ، links فراغ، wind by فراغ، from the larynx فراغ، يعني جايبين خمس فراغات أو ستة. بمعنى أن هذا مهم، طالما أجا فراغ ممكن يجيب اشرح، فركزونا على هذا السؤال. تعريف الفوكال كورتس كلش مهم، نحفظه، ركز عليه، ضروري جدا. طيب بعدها عندنا الفويس ساوند والفويسلس ساوند. طبعا هنا الفويس ساوند إذا جابني سؤال على سبيل المثال what happened if the vocal cords are brought together، يعني شنو اللي راح يصير من يكون الحبال الصوتية تقترب مع بعضها لبعض، يعني بمعنى إيش لما تكون الحبال الصوتية مغلقة، شنو اللي راح يصير؟ لما تكون الحبال الصوتية مغلقة راح يكون عندي صوت، هذا الصوت شنو اللي أسميه؟ أسميه voiceless sounds، أسميه voiceless sounds. لذلك إحنا من يجينا مثل هذا السؤال، شنو اللي أسوي أني؟ أذكر تعريف voiceless، عفواً أقول أحكي أني، أقول when the vocal cords are proud together، من تقترب مع بعضها البعض. There will be a vibration. There will be a vibration. راح يكون هناك عندي إيش؟ راح يكون عندي اهتزاز. ليش؟ لأن الحبال الصوتية من تقترب مع بعضها لبعض، شلون الشباش لما يقترب مع بعضها لبعض؟ فش راح يصير عندي هنا؟ راح يصير عندي اهتزاز للحبال الصوتية. من يصير عندي اهتزاز للحبال الصوتية، فمعنى هذا الحبال مقتربة مع بعضها لبعض. Proud together يعني مقتربة مع بعض. طيب. نكمل تعريف البلايت كلش مهم. تعريف البلايت كلش مهم. البالت سوري، it's the roof of the mouth and separates the mouth cavity from nasal cavity، اللي هو سقف الفم. تعريف كلش مهم، اللي هو هذا وين، اللي يتكون من هذه المناطق الثلاثة. هالمناطق راح تجينا تعريف كلش مهمة. هالمناطق الثلاثة، المنطقة الأولى اللي هي الألفلار ريدج بصف الأسنان، ثاني منطقة اسمها هارت بان، ثالث منطقة اسمها السوفت بان. كلش مهم، كلش كلش مهم. تعريف الأسنان كلش مهم، وشغلة مهمة بالأسنان، الأسنان العلوية مهمة كلش. ليش؟ لأن أغلب الأصوات تخرج من خلال الأسنان العلوية. بما أنه أنا عندي أسنان علوية، يعني أغلب الأصوات تخرج من الجهة من الأسنان العلوية، فمعناها the upper teeth are important than the lower because the most important sound are produced by the upper front teeth. لأن أغلب الأصوات تخرج من خلال الأسنان العلوية، لذلك الأسنان العلوية مهمة. السفلية غير مهمة، يعني السفلية غير مهمة. أنواع طبعا اثنين لازم نقراهن أيضا. تعريف اللسان كلش مهم، وهذا اللسان ممكن يجيني بأكثر من صيغة. طبعا ممكن يجيني سؤال على سبيل المثال، على سبيل المثال تعريف التنغ، ممكن يقول لي اشرح التنغ explain. ممكن يجيني سؤال يقول اللسان هو عضو مهم جدا من الطب، فالتنغ is the most important organ of speech discuss، ناقش أو explain، وضح. يعطينا نفس التعريف، معناها أنا راح أعطي تعريف كامل وأذكر المناطق مالت اللسان. هذا كلش مهم، ركزوا لنا عليه. طيب الأورال ساوند والنيزل ساوند، ركزوا لي على هاي الملاحظة، وهنا صيغة السؤال تجي بأكثر من طريقة. أولا ممكن يجيني تعريف الأورال ساوند اللي هي الأصوات الفموية، الأصوات التي تخرج من الفم، والنيزل هي الأصوات التي تخرج من خلال الأنف. أكو شغلة مهمة،
ممكن يجيني قارن بين الاورال والنيزل، انطي تعريف كل واحد وبس. ممكن يجيني طريقه اخرى، مثلا يقول لي وات هابند، ما الذي يحصل when the soft part is raised، عندما soft part يرتفع. اقول هنا اورال ساوند باي، انطي تعريف الاورال ساوند. ممكن يقول لي ما الذي يحصل عندما السوفت بارت از لورد، تنخفض، اللي هو قصده النيزل ساوند. يعني هو ايش قاعد يقول لي؟ قاعد يقول لي اقول لك السوفت بارت اذا ارتفع ايش راح يصير؟ اذا ارتفع معناها راح يصير عندي اصوات الاورال، اذا انخفض راح يصير عندي اصوات النيزل. فبكل يعني تجنبا لهذه المساله انطي تعريف الاورال والنيزل، خلاص انا جاوبت. من يقول لي قارن كمبير، هذا وين جاي السؤال هنا. If we raise the lower soft palate, what happened? Explain with reference. شو يريد هنا؟ يعني شنو يعني reference؟ يعني قصده يريد example. فأنا أعطيت تعريف الأورال وأعطيت تعريف النيزل، أعني لما يقول لي المنخفض، أعني وأعطيه مثال. لما يقول لي lowered هنا شوف ايش قال لك، we raised or lowered. هنا خوش سؤال طبعا، هذا حلو. يقول إذا ارتفع أو انخفض ايش راح يصير؟ بكل بساطة راح أعطيه تعريف الأورال وأعطيه مثال، والنيزل وأعطيه مثال. بس مثل ما مكتوب كذا. بس هذا الاورال اي مثال، اي مثال تنطونه انطي صوت الاف الار، هذا اورال يعتبر. اما النيزل فهم فقط الماء والناء والعين. طريقه اخرى للسؤال يقول جيف اكزامبل، اعطي مثال. اعطي تعريف الاورال اقول اف، والنيزل اقول الناء. بس بكل بساطه هذا كلش مهم، هذا الموضوع كلش مهم. ايضا عندي تعريف الجلوتس، تعريف الفارنكس، تعريف اللانكس، تعريف اللانكس، تعريف الفويس ساوندز، تعريف الفويس ساوندز. هاي تعريف كلش مهمه، ايضا تحفظوا اياهن، ركزوا لنا عليهن. بالاضافه الى الكونسوننت والويك، الصوت القوي والصوت الضعيف. الكونسوننت اللي هي الاصوات الصحيحه، شنو تعريفها؟ هي الاصوات التي تخرج ويكون هنالك اعاقه لمجرى الهواء. لما نقول ت اكو اعاقه. اما الويك فهو الصوت الضعيف، الصوت اللي ما يحتاج جهد قوي حتى ينطقه. اما سترونج والكونسوننت ذات بوشت اوت by the length with more force، بمعنى أنه يحتاج إلى جهد قوي حتى ننطق. أما الفاول فهي تعريف أصوات العلة، أصوات العلة التي تخرج من الرئتين إلى الخارج بدون ما يكون هنالك إعاقة. تعريف كلش مهمة، نركز عليهن قد ما نقدر. طبعا هذا الأسئلة، السؤال الأول من يقول لك draw معناها أريدك ترسم. السؤال الثاني difference، show the difference أو compare، مرات يقول قارن ما بين الأورال والنيزل. طيب كل واحد تعريف الأورال والنيزل، وطيب مثال. يقول لي ليست، يعني عدد، عدد لي part of the tongue, part of the plate, five of the tongue، يعني مناطق البليت الأربعة، الثلاثة اللي أخذناها، المناطق اللسان يريدهن، ويريد خمسة من أعضاء النطق يريدنا نشرح. بكل بساطة يجيكم true false، صح وخطأ، فراغات، كلها من ضمن المادة اللي أخذناها، غيرها ما راح تعود.